لا انا هتكسف يا ماما، اللي يجي يسأل على بابا اقول له ان عنده البواسير. تتكسفي من ايه عليا؟ ما تقول اللي ابوك عنده بواسير، ايه المشكله؟ لا 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 يا ماما، مش هقول الكلام ده خالص. بنات اخر زمن، انا ماشيه عشان ما تفقعش. ازيك يا منال؟ ايه الف سلامه على بابا، ايه ماله؟ خير ان شاء الله. الله يسلمك يا عمو. بابا ودنه وجعاه وملتهبه قوي يا عمو. لا الف سلامه عليه يا حبيبتي. طب ممكن ادخل اطمن عليه؟ الف سلامه عليك يا راجل يا عجوز. الله يسلمك يا حاج. طبعا لازم توجعك، ما انت تطلع المفتاح بعدين تدخل القلم، وتطلع القلم وبعدين تدخل صباعك، تطلع صباعك بعدين تدخل المفتاح تاني. كفايه لعب فيها بقى.